برنامج كفالة هو برنامج وطني حكومي تأسس عام 2006، يهدف إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مزاولة الأعمال وممارسة والحصول على التمويل التجاري من البنوك وشركات التمويل. البرنامج خلال 17 سنة من مزاولة الأعمال استطاع أن يمول بما يزيد عن 88 مليار ريال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك عن طريق ضمان هذه التمويلات من البنوك التجارية وشركات التمويل. البرنامج استطاع أن يضمن أكثر من 21 ألف منشأة عن طريق أكثر من 55 ألف كفالة. البرنامج عنده أكثر من 17 برنامج تمويلي يهدف فيها إلى دعم المنشآت التي تعمل، ولا سيما في البرامج أو النشاط الأنشطة المتوائمة مع رؤية المملكة المباركة. احنا جدا سعيدين بتواجدنا اليوم في فعالية كفالة، نجاحكم نجاحنا. وأحب أني أقول طبعا أنه البنك الأول كان البنك الأول فعليا في إنتاج أول كفالة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، هذا يدل على حرصنا الشديد على أننا ندعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. للعلم بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي أهم إلمنت في اقتصاد أي دولة، وإحنا حريصين جدا بأننا نخدم دولتنا العزيزة، وفي نفس الوقت نعطي منتجات تكون حلول أكثر من أنها منتجات تمويلية.